انضم إلينا عبر الهاتف من موسكو حسين مشيكا مراسل أكشن نيوز. حسين أرحب بك معنا في هذه التغطية بداية بعد التحية. ما زالت طبعا الاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف مستمرة، وبعد نتائج الاستفتاءات ما زالت أيضا ردود الفعل والتصريحات تتوالى من عدد من الدول وحتى من عدد من المسؤولين والوزراء بشأن ضم عدد من المناطق الأوكرانية إلى الأراضي الروسية وإلى الجانب الروسي. كان آخرها طبعا تصريحات من قبل الهند ومن بريطانيا تستنكر هذه الخطوة عن نتائج الاستفتاءات. ماذا من الممكن أن نشهد في الوقت القريب من ردة فعل من الجانب الروسي؟ هل من الممكن أن نتوقع عملية تراجع من قبل الجانب الروسي أم ستتجاهل روسيا هذا الأمر؟ بعد التحية دانا، بالتأكيد القيادة الروسية لن تتراجع ولن تلبي أو تحقق ما تريده الولايات المتحدة والغرب من عدم ضم المقاطعات الأربعة إلى الأراضي الروسية. القرار تم اتخاذه، النتائج باتت معروفة لدى القيادة الروسية التي تجاوزت 95% من المؤيدين للانضمام إلى روسيا. الآن دينيس بوشيلين رئيس إقليم دانيس يتحدث عن أنه سيحضر إلى موسكو خلال الساعات المقبلة. أيضا المعلومات تتحدث عن إمكانية حضور رؤساء المقاطعات الأربعة إضافة إلى بوشيلين إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا تتحدث عن إمكانية لقاء الرئيس بوتين ومناقشة عملية الضم. بالتأكيد دانا، عملية الضم للمقاطعات الأربعة دانيسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجي ستتم خلال الأيام المقبلة. يوم غد من المحتمل أن ينعقد مجلس الدوما الروسي لمناقشة هذه المسألة، ويتم رفع عملية الضم إلى الجمعية العامة الفيدرالية الروسية التي من المحتمل حسب ما صرحت رئيسة مجلس الجمعية العامة على أن المجلس سيجتمع يوم الرابع من أكتوبر المقبل من أجل مناقشة عملية ضم المقاطعات الأربعة إلى الأراضي الروسية. هي مسألة روتينية، المجالس ستنعقد، لكن بالتأكيد القرار تم اتخاذه من قبل القيادة الروسية سلبية لسكان المقاطعات الأربعة الذين تعرضوا إلى القصف وإلى المعاناة حسب ما تؤكد روسيا خلال الفترة السابقة. هؤلاء المواطنين سيعودون إلى وطنهم الأم روسيا بكل تأكيد، مهما تعرضت روسيا إلى عقوبات ومهما اشتدت العقوبات التي تدرسها الولايات المتحدة والغرب من حزم جديدة في فرضها على روسيا، إلا أن الأخيرة قادمة في ضم هذه المقاطعات، وهذا الأمر سيحصل بكل تأكيد. نعم. الجيش الروسي سيتولى حماية هذه المقاطعات من أي اعتداء خارجي حسب ما ينص عليه الدستور الروسي والعقيدة النووية في الجيش الروسي. حسين، سنتحدث عن النقطة الهامة التي ذكرتها وهي فرض مزيد من الحزم الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية على الجانب الروسي سواء من قبل الولايات المتحدة أو حتى عدد من الدول الغربية، لكن ونحن نتحدث عن نتائج الاستفتاء، هل ممكن أن نرجع هذا الأمر وهذا السبب لتراجع قوات روسيا في الأراضي الأوكرانية؟ كما ذكر طبعا كان هناك تصريح من قبل المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت أنها ترجع هذا السبب لخسارة الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية ولسحب قواته، هل من الممكن أن نرجع هذا الأمر لهذا السبب؟ دعيني أشير إلى أن الرئيس بوتين عندما أعلن عن أهداف العملية العسكرية في 24 من فبراير كان المحور الأساسي أو الهدف الأول للعملية العسكرية هو استعادة منطقة الدنباس وتحرير المنطقة وإعادة الأمن إلى هذه المنطقة، وها هي روسيا في ضم هذه المقاطعات تحرر الدنباس من الناديون الجدد كما تتحدث موسكو. لكن عملية استعادة القوات الأوكرانية لمدينتي إزيوم وكوبيانسك من السيطرة الروسية سرعت إجراء الاستفتاءات في المقاطعات الأربعة، حيث كان من المقرر أن تشهد هذه المقاطعات استفتاءات في يوم الرابع من أكتوبر المقبل وليس في يوم 23 من سبتمبر الحالي. عملية استعادة بعض المناطق من السيطرة الروسية سرعت عملية الاستفتاء كرد روسي على القوات الأوكرانية وعلى الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. حسب المتوقع الآن دانا، الرئيس بوتين سيضع الغرب وتحديدا الولايات المتحدة أمام خيارين، الخيار الأول وهو الخيار
الدبلوماسي التي لا زالت روسيا تعمل على استئناف المفاوضات وإعادة المفاوضات لكي يتم حل الأزمة عبر الحوار وعبر الدبلوماسية، لكن ذلك يجب أن يتزامن بتوقيع زيلينسكي الرئيس الأوكراني معاهدة استسلام في موسكو. أما والخيار الثاني وهو الخيار العسكري، موسكو في إعلانها التعبئة الجزئية هي أرادت أن تؤكد للولايات المتحدة على أنها جاهزة إلى أي خيار تصعيد وخيار عسكري مهما كلف الأمر. المعلومات تتحدث أيضا عن إمكانية رفع موسكو عدد الجنود الذين تم استدعائهم في التعبئة الجزئية، أي من الممكن أن تصل التعبئة الجزئية إلى 1,000,000 عسكري احتياط وحتى أكثر من 1,000,000 عسكري الآن. لكن حسين عفوا عن القطع في هذه النقطة عن مسألة التعبئة الجزئية، العديد من الشباب وحتى من المواطنين الرجال في روسيا وفي داخل روسيا هم يرفضون هذه الفكرة، حتى أن هناك عدد من التقارير التي أشارت إلى هروب عدد كبير طبعا من الشباب إلى المطارات هروبا من مسألة التعبئة الجزئية. ما مدى صحة هذا الأمر؟ 150,000,000 عدد سكان روسيا دانا، بالتأكيد الجميع ليس مؤيد للعملية العسكرية وحتى للقرارات السياسية، لكن أغلبية السكان في روسيا هم مؤيدين لذلك. الغرب والوسائل الإعلام الروسية الأجنبية عفوا حسب ما تؤكد موسكو هي من ضخمت الأمر وهي من جعلت من عدد قليل غادر الأراضي الروسية جعلته عددا ضخما. الطوابير التي حصلت في المطارات وعند الحدود الروسية هي نتيجة تجديد عناصر أمن الحدود وإجراء تفتيش عن كل شخص كان يغادر الأراضي الروسية لربما يكون من ضمن الذين تم استدعائهم في التعبئة الجزئية. هذا الأمر الذي جعل أزمة طوابير في المطارات وعند الحدود. روسيا أكدت لغاية الآن عن أن الذين تم استدعائهم في التعبئة الجزئية لديهم شروط محددة، وليس جميع المواطنين تم استدعائهم، يجب أن يكونوا خدموا في الجيش الروسي، أيضا يجب أن يكون لديهم قدرة عسكرية وخبرة عسكرية، حتى أيضا التلاميذ تم إعفائهم والشبان الذين يدرسون لغاية الآن تم إعفائهم من هذه التعبئة، لكن الشعب الروسي وعدد قليل من الشبان الروس أيضا لا يؤيد العملية العسكرية وحتى لا يؤيد الحرب بشكل عام، فهو الذي طلب أن يغادر روسيا إلى أي دولة أخرى. وحسب وسائل الإعلام التي تحدثت صباح هذا اليوم عن عودة بعض هؤلاء الشبان الذين غادروا إلى الخارج عادوا إلى الأراضي الروسية خلال الأيام القليلة الساعات القليلة الماضية، والقيادة الروسية أكدت عن أن من يريد العودة إلى روسيا فلا يوجد أي مشكلة حول العودة. الرئيس بوتين كان حازم في قراراته وفي المراسيم الجديدة التي وقعها السجن 10 سنوات لمن يخالف قرار التعبئة الجزئية والسجن 15 سنة لمن يستسلم طوعيا إلى أي جيش خارجي أو إلى أي قوة خارجية. هذا الأمر اعتبره الخبراء والمراقبين على أن بوتين أراد أن يحدد أو يزيد من الانضباط في القوات العسكرية وفي وزارة الدفاع، وخصوصا بعد الأخطاء التي أصابت عملية الاستدعاء والتي اعترفت بها وزارة الدفاع، وأيضا الكرملين اعترفوا بوجود أخطاء أصابت عملية الاستدعاء، ووزارة الدفاع أنبت مراكز التجنيد والمراكز المخولة باستدعاء المواطنين. وأيضا يوم أمس وزير الدفاع عند زيارته المنطقة العسكرية الغربية أيضا أنب بعض القادة أو بعض من الذين مسؤولين عن عملية الاستدعاء نتيجة الأخطاء التي أصابت عملية تنفيذ التعبئة. طيب حسين، هذا ما يخص مسألة التعبئة الجزئية وما يخص طبعا مسألة نتائج الاستفتاءات. لو تحدثنا عن نقطة أنت ذكرتها في بداية حديثك وهي مسألة فرض العقوبات الاقتصادية منذ بدء هذه الأزمة الروسية على الأراضي الأوكرانية في فبراير الماضي، بدأت عدد من الحزمات التي يتم فرضها من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية على الجانب الروسي. كان هناك آخر تصريح من قبل الولايات المتحدة أنها سيكون هناك حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة حوالي 1,000,000,000 دولار. ألا تخشى روسيا فرض مزيد من العقوبات في هذا التوقيت على الجانب الروسي؟ ماذا سيكون ردة فعل روسيا، خاصة أن كان هناك تغريدة من قبل وزير الخارجية الروسي وهو لافروف حين قال وصرح أنه من الممكن وبشكل أكيد أن يتم استخدام السلاح النووي إذا تم فرض مزيد من العقوبات والحزم الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية على الجانب الروسي؟
أنا أولا بالنسبة للسلاح النووي هو مرتبط بالعقيدة النووية للجيش الروسي، هذا الأمر تم حسمه من قبل القيادة الروسية، الجميع يؤكد على أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في حال لم تنص العقيدة النووية في الجيش الروسي على السماح باستخدامه، أي أن لم يوجد أي بند، أي عندما لم تتعرض روسيا إلى أي تهديد جدي بوجودها، ولم تتعرض روسيا إلى أي دولة لم تتعرض أي دولة إلى روسيا بالسلاح النووي، فعندها روسيا لن تستخدم سلاحها النووي. أما بالنسبة للعقوبات وبالنسبة للحديث الأمريكي عن مواصلة إمداد القوات الأوكرانية بأسلحة وبمساعدات عسكرية، عندها الولايات المتحدة هي من تختار التصعيد وتختار الخيار العسكري الذي طبق وتحدثت عنه في بداية المداخلة، عن أن روسيا الآن وضعت الغرب والولايات المتحدة أمام خيارين. التعبئة الجدية كانت رسالة من الرئيس بوتين إلى واشنطن تحديدا وإلى الولايات المتحدة على أن روسيا مستعدة لأي تصعيد ولأي حرب. لغاية الآن دانا يجب أن يعلم الجميع حسب ما يتحدث المسؤولين هنا في روسيا ويتحدث الشعب الروسي حتى، لغاية الآن الجميع يؤكد على أن روسيا لغاية الآن لم تبدأ الحرب، هي فقط عملية عسكرية خاصة مع القوات الأوكرانية. والتغيرات التي أصابت وزارة الدفاع وأيضا بعض القادة الذين كانوا مشاركين في العملية العسكرية، بعض القادة يريدون من القيادة الروسية بإعطاء الإذن والسماح لهم لتحويل العملية العسكرية إلى حرب وتوسيع أهدافها بهدف تحرير أوكرانيا بوقت سريع، حتى البعض تحدث عن إمكانية تحريرها وإنهاء الأزمة في 48 ساعة. القيادة الروسية لغاية الآن تعمل على فقط، لكن حسين هي يعني العسكرية الأوكرانية. أنا أعارضك في هذه النقطة، هي ليست طبعا عملية عسكرية فقط على الأراضي الأوكرانية، لكن أصبحت حرب واضحة بشكل جلي وبشكل صريح مع حتى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، خاصة بعد فرض هذه العقوبات على الجانب الروسي. كانت ترد روسيا طبعا بورقة الطاقة، حتى أن كان آخر خطوة هو مسألة تسريب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 التي وصفها العديد بأنها خطوة طبعا كانت بشكل متعمد بشكل كبير. لذا هناك حرب واضحة وصريحة وفي شرخ كبير في العلاقات الأوروبية والجانب الروسي. حسين هل تسمعني؟ نعم أسمعك، رجاء أن تعيدي لي السؤال. نعم، كنت تقول أنها ليست حرب إلى حد الآن، لكنها فقط هي عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، فكنت أقول لك حسين أنا أعارضك في هذه النقطة، لأنها أصبحت حرب واضحة بشكل صريح وبشكل جلي مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لأنها بعد بدء هذه الأزمة وبعد فرض عدد من العقوبات الاقتصادية على الجانب الروسي من قبل الدول الغربية وحتى الولايات المتحدة، كانت تستخدم روسيا ولحد الآن ورقة الطاقة، كان آخرها طبعا مسألة تسريب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم سواء 1 أو 2، ووصفها الكثير ليس فقط البعض بأنها كانت خطوة بشكل متعمد من قبل الجانب الروسي. لذا هي أعتقد أنها حرب أصبحت واضحة، وهناك شرخ كبير في العلاقات الروسية الأوروبية والأمريكية حتى. بالنسبة لتسرب الغاز الذي أصاب خط نورد ستريم، كيف أن تكون روسيا هي المسؤولة عن ذلك وهي من صنعت هذا الخط وعملت هذا الخط بمئات مليارات الدولارات وحتى بألاف مليارات الدولارات حسب ما يتحدث خبراء الاقتصاد. أيضا يوم أمس تحدث أحد أعضاء البرلمان البولندي ونشر تغريدة ووضع فيها صورة تسرب الغاز وصورة الأنبوب وعلق عليها شكرا الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا اتهمت أو تحدثت عن أنه عمل تخريبي وراء هذا التسرب. لغاية الآن روسيا لم تكشف ملابسات الحادث، وفي حال حملت روسيا أي دولة مسؤولية هذا الحادث، هنا يجب الإشارة دانا إلى أن هذا الخط يعتبر من ضمن المنشآت الاقتصادية التابعة إلى روسيا، وأيضا وعودة إلى العقيدة النووية الروسية، العقيدة النووية تتحدث عن إمكانية أيضا استخدام روسيا السلاح النووي وسلاح الدمار الشامل في حال تعرض المنشآت الاقتصادية الروسية إلى أي استهداف أو عدوان خارجي. لغاية الآن روسيا تحاول على ردع الغرب فقط عبر التلميحات وعبر الرسائل، لغاية الآن لم تستعمل القوة، والخ...
الخبراء يتحدثوا، ليس أنا، الخبراء العسكريين وخبراء الاقتصاد أيضا يتحدثوا عن الإمكانيات التي يتمتع بها الجيش الروسي في حال استخدم القوة على أرض الواقع. الأسابيع أو الأيام المقبلة هي من ستفصل أو ستحدد التصعيد نحو الحرب أو نحو الدبلوماسية، لكن على ما يبدو وبالتزامن مع الخطوات الغربية وتحديدا خطوات الولايات المتحدة وأيضا الحادثة الأخيرة تسرب الغاز في بحر البلطيق، فإن الأمور ذاهبة نحو التصعيد ونحو إمكانية الحرب الشامل. صحيح. بعد مسألة التصعيد، وخليني أخذ من كلامك حسين، وبعد مسألة حتى الاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو ونتائج الاستفتاءات أيضا، كان هناك دعوة من قبل وزير الخارجية الأوكرانية كوليبا يدعو لجلسة عاجلة وطارئة من قبل مجلس الأمن. تقول دائما روسيا أن مجلس الأمن لم ينصف الجانب الروسي، على ماذا ستعول روسيا في هذه الخطوة؟ صحيح، روسيا أكدت مرارا وتكرارا على عدم وجود أي ثقة روسية بأي منظمة دولية أو بالقانون الدولي نتيجة الضغوط الأمريكية التي يتعرض إليها القانون الدولي وتتعرض إليها المنظمات الدولية. روسيا اعتبرت على أن هذه المنظمات تتماشى مع السياسة الأمريكية التي تصفها موسكو بسياسة عدائية تجاهها وسياسة استخدمتها الولايات المتحدة لفرض الهيمنة وفرض القطب الواحد على العالم. الآن روسيا بالتأكيد تعول على أن تستطيع القوات الروسية تحقيق الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين، هذا في الشق العسكري وفي الشق أزمة روسيا وأوكرانيا. أما في الشق الاقتصادي فبالتأكيد روسيا تعول على الدول الشريكة لها، والمؤتمرات الأخيرة والمنتديات الأخيرة التي عقدت على الأراضي الروسية أو التي حصلت على الأراضي الروسية وأيضا في الخارج وتحديدا قمة شنغهاي في مدينة سمرقند الأوزبكية كانت دليل قاطع على أن روسيا لا أحد يمكنه أن يعزل هذه الدولة عن العالم نتيجة الموارد الهائلة التي تتمتع بها روسيا. البعض تحدث عن أن مجموعة منظمة شنغهاي أو لقاء شنغهاي ولقاء الرئيس بوتين مع نظيره الصيني كانت ضربة صاعقة إلى الولايات المتحدة وكانت فشل ذريع إلى المشروع الأمريكي في عزل روسيا. لغاية الآن دانا روسيا تعمل على تأمين بدائل إن كان في تصدير الغاز وفي النفط وفي أيضا المواد الغذائية والمنتجات والحبوب والأسمدة. الولايات المتحدة تعمل على عزل روسيا عبر شن المزيد من العقوبات التي وصفها بوتين على أنها حربا اقتصادية، وأيضا تعمل على ضخ المزيد من المساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية لاستنزاف الجيش الروسي في الداخل الأوكراني، لكن على ما يبدو فإن القيادة الروسية ستتخذ خطوات تكون هي المتحكمة بالأشهر المقبلة وليس العكس. بعد هذا الاضطراب الكبير في العلاقات وبعد فرض عدد أكبر وحزم أكبر من العقوبات الاقتصادية على الجانب الروسي من قبل الولايات المتحدة التي صرحت بها بشكل مؤخر، هل من الممكن أن يشكل المواطنون في الداخل الروسي ورقة ضغط على السلطات وعلى الحكومة الروسية يعني في مسألة الطاقة تحديدا، تخوفا من تزايد حدة التوتر ما بين الجانب الروسي والعلاقات أو الدول الأوروبية في هذا التوقيت؟ لو استمعت القيادة الروسية لما يطلبه المواطن الروسي فكانت قطعت أو أوقفت تصدير الغاز والطاقة إلى الدول الأوروبية منذ الأيام الأولى للحرب أو للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. القيادة الروسية لغاية الآن تعمل وفقا لما تراه مناسبا بعيدا عن ما يطالب به الشعب الروسي. كما ذكرت لك دانا عدد سكان روسيا 150 مليون شخص، معظم هؤلاء يؤيدون العملية العسكرية ويطالبون القيادة الروسية باتخاذ قرارات أكثر حاسمة تجاه الغرب وتجاه الدول الأوروبية. العقوبات التي فرضت على روسيا طالت رأس الكنيسة الروسية وطالت الثقافة والرياضة الروسية، طالت عدد كبير من العلماء الروس والأدباء الروس. هذا الأمر دفع المواطنين الروس إلى المطالبة أو مطالبة القيادة بضرورة اتخاذ قرارات تؤذي الغرب أكثر وتؤذي الدول الأوروبية أكثر. لكن بالرغم من هذه المطالبات إلا أن القيادة الروسية تعمل لغاية الآن وتواصل تصدير النفط والغاز إلى الدول الأوروبية. حتى لغاية الآن روسيا تواصل تصدير الغاز وتعطي الغاز إلى أوكرانيا لغاية هذه الساعة. أيضا روسيا لغاية الآن
لم تستهدف أي منشأة مدنية في أوكرانيا، لم تستهدف أي محطة قطار أو شبكة مواصلات في أوكرانيا. هذا ما يتحدث عنه هنا الخبراء الروس، خبراء السياسة والمراقبين للعملية العسكرية. هم يتحدثون عن أن روسيا كانت تضع أمام أعينها أهداف عسكرية أوكرانية فقط، لم تستهدف أي منشأة مدنية أو أي محطة قطار أو شبكة مواصلات أوكرانية. لغاية الآن المواطن الروسي يطالب القيادة بضرورة اتخاذ قرارات. إذن هذا ما كنت أريد أن أعرفه منك حسين، بأن يعني أغلبية السكان في روسيا هم مؤيدون لقرارات الحكومة الروسية. أنا بشكرك، شكرا جزيلا حسين مشيكا مراسل أكسنيوز، حدثتنا من العاصمة الروسية موسكو. شكرا جزيلا لك حسين.